يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ما يسمى بزواج فرند المشهور في الدول الأجنبية؟ زواج إيش؟ فرند. والله ما أعرف فرند، ولا أنا أعرف الزواج الشرعي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو شرح لنا الفرند وشو؟ يقول إن فيه شهود فقط يا شيخ، يقول فيه شهود وهو بدون إعلان للنكاح. ما أدري. نعم. يقول فضيلة الشيخ، أنا سمعت عنه تكلموا فيه في الجرائد وافتابه بعض المنتسبين للعلم، أنا ما أدري عنه، يحتاج إلى تحقق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الناظم رحمه حصل إنكار، أنكروا على الذين أفتوا فيه، أنا ما ألقيت له أهمية. نعم، لأنه من جملة حثي الجرائد، الجرائد يجي فيها حث كثير ولغط ولا. نعم.